بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة عن حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا في كل لغات البرمجة اللي في العالم، وهي الـ variables، المتغيرات. قبل ما تدخل في الدرس ده أنصحك جدا إن أنت تشوف الدرسين دول، درس اسمه variables في كورس الـ PHP في القناة، ودرس اسمه variables في كورس الجافا سكريبت برضه في القناة. الدرسين دول هيعرفوك يعني ايه variables، تاخد فكرة عنهم وبأمثلة عملية كتير وشرح تفصيلي، بس انا برضو هشرحهم هنا تفصيلي. بس الدرسين دول هيدولك معلومات حلوة جدا عن يعني ايه متغير وليه سموه متغير. طيب تخيل معايا ان انا عندي رسالة: Hello أسامة، How are you doing؟ بلا بلا بلا. مثلا أسامة and بلا 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 اسامه. بصوا الاسم اتكرر كام مره، تخيل معايا لو الاسم ده متكرر 100 مره، موجود في 100 صفحه، وهكذا. لما تعوز تعدل على الاسم ده هتعمل ايه؟ لما تدخل مواقع من المواقع اللي هي البرمجيه، موقع زي الفيسبوك، تدخل الصبح يقول لك ويلكم اسامه، عرف اسمك منين؟ او جاب اسمك عن طريق ايه؟ هل كل الحاجات دي موجوده ستاتيك؟ لا، دي صفحه جاهزه، والصفحة الجاهزة دي صفحة ديناميكية بتعتمد على متغير معين اللي بيجيب اسمك، وتحط الهلو بعديها على طول تحط المتغير ده. فأنا أدخل الصفحة ألاقي هلو أسامة، أحمد يدخل الصفحة يلاقي هلو أحمد، هو ده المتغير. طب إيه طريقة عمله؟ بيكون طريقة عمله بالشكل ده: نيم بيساوي القيمة بتاعت الفاريبل. الفاريبل هو النيم اللي هو حاجة متغيرة، نوع من أنواع البيانات في البرمجة متغير. القيمة بتاعته هو الاسم بتاعك اللي هو أسامة. طيب لو أنا عايز أغير الاسم أسامة ده هعمل إيه؟ هروح أغيره ستاتيك، أغير ده بعدين ده بعدين ده. لكن لو أنا عندي الاسم متخزن في فاريبل زي كده، حاجة أقول له هلو نيم، هاو يو دوينج بلا 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 نيم، أند بلا 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 نيم، كده أنا عندي فاريبل القيمة بتاعته أهي. لو حبيت أغير القيمة دي هروح أغيرها من فوق، بدل أسامة أسميه أحمد، فتروح كل الرسالة دي تتغير لاسم أحمد اللي أنا حطيته فوق من غير أي مشكلة. طيب ده معنى كلمة متغير، عشان كده هو اسم متغير بيتغير. طب ده ينفعني في إيه في CSS؟ بالعكس ده ينفعك كتير جدا. أنا عندي موقع، الموقع ده فيه محتوى عربي وإنجليزي، وفيه كلر اللي هو الأساسي، وفيه كلر تاني فرعي، تمام، وفيه فونت سايز اساسي، وفي فونت للهيدنج، في فونت مثلا للباراجرافات العربي غير الفونت بتاع الباراجرافات الانجليزي في السايز مثلا، وانا عايز احط كونستانتس ثوابت امشي عليها علشان التصميم بتاعي ما يخربش مني او انسى حاجه او ابوظ حاجه. ايه الحل؟ الحل في المتغيرات. اول متغير اعمله اسميه AR فونت، بعدين كولوم، بعدين القيمه بتاعت الفونت. المتغير هنا بيقبل string وبيقبل number وبيقبل الكالر، اسم الكالر او الhex code بتاعته. يعني اما اكتب الكالر red او اكتب الhex code اللي هو شباك F00 مثلا. طب هناخد الامثلة دي عملي احسن. ال AR فونت اسمه درويد Arabic كوفي مثلا، ده الفونت العربي. طيب الفونت الانجليزي، الفونت الانجليزي مثلا على سبيل المثال تهوما اريال على سبيل المثال مثلا. طيب عملت الفونت العربي والانجليزي، المين كولر، المين كولر اللي هو اللون الاخضر ده المين كولر. طيب جميل، هقول له مثلا التشايلد كولر او الديفولت كولر او اي حاجه تعجبك، احنا بندي امثله، اللي هو الاحمر، ماشي حلو. بعدين انا عندي نسبه مارجن معينه عايز اعملها، مثلا نسبه مارجن معينه، يعني ركزوا معايا يا جماعه، ولتكن النسبة دي هسميها مين مارجن. نسبة المين مارجن دي 10، أنا عايز النسبة دي هي الأساس المارجن بتاعي، ممكن الشخص يزودها في حالة وممكن ينقصها في حالة، لما نتعلم الماس والأوبريتورز والحاجات دي كلها هنشوف. طيب نبدأ بقى، عملنا المتغيرات، عملنا الثوابت بتاعتنا، نبدأ نوزعها بقى في الستايل. إزاي؟ هبدأ بالكلاس 1. كلاس 1 ده إيه الخواص بتاعته؟ هل هو محتوى عربي ولا إنجليزي؟ هو عربي مثلا، فهقول له فونت فاميلي، الفونت فاميلي AR فونت. كده هو عارف ان البوكس ده الفونت فاميلي بتاعته درويد Arabic كوفي، جميل. والمين كلر هياخد هو المين كلر كلون، الكلر مين كلر، المين كلر موجود، اللون بتاعه هو المين كلر، حلو.
المارجن هياخد المارجن الطبيعي بتاعنا اللي احنا حاطينه اللي هو اسمه مين مارجن. طيب جميل جدا. كلاس 2 بقى، كلاس 2 مختلف. كلاس 2 هنعمل بيه ايه؟ عايزين نعمل له شغل مختلف عن الشغل ده. ايه هو الشغل نعمله؟ نعمل له بوردر. انت قلت لي فوق مين كلر، المين كلر ده هنحطه في الكلر بس؟ لا، ممكن تحطه في الباك جراوند، ممكن تحطه في اي حاجه فيها قيمه لون. ازاي؟ هقول له بوردر 5 بكسل سوليد واللون ايه؟ مين كلر. ادي اللون المين كلر اهو الاو سمول، ونشوف ادي المين كلر اللي هو الاخضر. طيب والمارجن؟ هقول له مارجن اهو مين مارجن، حط الدولار ساين بالشكل ده. ادي المارجن، المارجن كام؟ 10. لا هو 10 بكسل، رقم 10 ده لوحده مش واضح ايه هو. ادي 10 بكسل، ده خد مارجن وده خد مارجن، اللي تحت لا. طيب دوت كلاس 3 نديله خواص مختلفة بقى. تمام، باك جراوند كلر المين كلر بتاعنا ده الباك جراوند بتاعه. بصوا الباك جراوند اهو، ونديله مارجن بالمرة عشان يبقى على نفس مستواه. ادي المارجن مين مارجن، وخلص الموضوع، عمل مارجن زيهم الحمد لله، ومشيت الامور وكل اللي انا استعملته تمام. فاضل بس انا في الثالث، الكلاس الثالث، اقول له فونت فاميلي بوكس ده عربي ولا انجليزي؟ انجليزي، اي ان فونت. الفونت فاميلي للبوكس الثالث ده تاهوما اريال اهو، تاهوما اريال. تمام، فونت فاميلي تاهوما اريال زي اللي انت بتكتبه بالظبط، مفيش اي اختلاف. باك جراوند كلر مارجن فونت فاميلي كله تمام، كله سليم، مفيش اي مشاكل. اتعرفنا على الفاريبلز وعرفنا نعمل بيها ايه. دلوقتي كل الستايلات بتاعتنا فيها الشكل اللي انت شايفه ده مثلا اللي تحت، ورحت انت عايز تغير لون تروح عامل المين كلر من فوق هنا. بصوا كل الاخضر اللي انتوا شايفينه ده هغيره انا لاحمر في لحظه، راح احمر كله، بوردر وباك جراوند وكلر وكل حاجه عندك في الموقع اتغيرت. ليه؟ عشان انا غيرت هنا الفاريبل الاساسي اللي كله معتمد عليه. المارجن فجاه بدل 10 عايز اخليه 50، فيراح عمل في كله 50. مفيش داعي بقى امشي على ده وعلى ده وعلى ده واغير ده وانسى ده واحط ده لون واجي عند ده انسى احط نفس اللون، باظ التصميم. خلي كل حاجه اورجنايزد، هو ده دايناميك بيعمل لك كل اللي انت عايزه. انا عارف ان دايما المين كلر فوق اهو مثلا، والتشايلد كلر اهو، خلاص ما في مستحيل تغلط. لو غلطت هنا الموقع كله لونه يتحول، مستحيل ما تشوفوش الا لو كنت اعمى. لو غلطت تحت في السي اس اس العادي هتنسى، وهنا لو غلطت هتنسى. لما ده اللون الاساسي رحت انا غيرته من احمر لازرق، هينفع ما اخدش بالي؟ الموقع كله هيتغير لونه. وهو ده يا جماعه الفاريبلز. طبعا فاضل لنا في الفاريبلز حاجه من الحاجات الادفانسد شويه، وهي السكوب والجلوبال فلاج. الحاجات دي مش هتفهموها في الدرس ده الا لما ندخل في النستنج. هيجي وقت النستنج ان شاء الله هنشرح الجلوبال فلاج ده وهنرجع له تاني مع الفاريبلز. طبعا الفاريبلز هنشتغل بيها بقيه حياتنا، مش هنسيبها، وكل حاجه هتعملها في حياتك هتلاقي فيها الفاريبلز. اهم حاجه تفهم البيزك الدرس الاساسي ده عشان حاجات كتير جدا معتمد عليه. باذن الله من الدروس اللي جايه هنفتح التصميم بتاعنا زي ما قلنا، ونفتح ملف الستايل بتاعه نحوله اس سي اس اس، وبعد كده نبدا نخليه يعمل له كومبايل لوحده، وكل حاجه اتعلمناها فيه نطبقها في ملف الاس سي اس اس ده، بحيث يطلع لنا الملف دايناميك في النهايه، ونقارن بينه وبين ملف السي اس اس عشان نشوف احنا اتعلمنا ايه. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.